حفل الشركة شفت واحد من أصحاب هشام عجبني وأنا كمان عجبته، كان هيخطبني. هشام استخسر واحدة تعدي من تحت إيده، خصوصاً إني شغالة عندهم. دخل علي بأسلوبه وفهمني إنه بيحبني. بصراحة كنت هبلة، صرت من الفرحة إن هشام بيه بصلي لغاية ما خلاني أسيب صاحبي. يا فينك؟ في الحمام. هات يلا بقى، أنا زهقت النهار طلع. خلينا قاعدين شوية. مش هيجي، شكله كبر دماغه. أنا متأكد إنه جاي، إلا لو أنت ما عملتش اللي قلت لك عليه. لا والله العظيم أبداً، أنا سخنته تسخين جامد قوي. بس برضه مش فاهمك، أنت ليه مصر إن هو اللي يجي يهجم عليك؟ أصل أنا عامل له عهد مستديم، وتبقى أدفع عن نفسي. ده ما يستاهلش آخد فيه يوم واحد سجن. هو مين ده اللي هيدخل السجن؟ ده واحد صاحبي. شكله مكبر شكله. حلو قوي الكلام. فضل هشام مسجدني هو واخوه عقبال ما القضية تخلص.